أهلا وسهلا بكم من جديد. تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا حيويا في دعم الاقتصادات ولكونها أهم دعائم النمو، نبحث اليوم مراحل تأسيسها والتحديات التي تواجهها مع إياد أبو حويج الرئيس والشريك المؤسس في بلوفو دوت كوم. أهلا وسهلا بك إياد. يعني من التقرير اللي أرسلتوا لي أو الدراسة اللي عملتوها عن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج، لفتتني عبارة أو حقيقة بأنه 90% من الشركات في القطاع الخاص في الخليج هي شركات صغيرة ومتوسطة. ماذا عن حصة دولة الإمارات من هذه الشركات؟ أول شيء شكرا على استضافة بلوفو دوت كوم عندكم بالاستوديوهات. احنا بنحكي على قطاع هو قطاع نامي في منطقة الخليج العربي. اليوم احنا بنحكي على شركات SMEs مجموعها تقريبا 1 مليون في منطقة الخليج العربي. دولة الإمارات لها رقم تقريبا 350 ألف تحتضن شركات صغيرة متوسطة الحجم. هذه الشركات في نمو سنوي، سواء كشركة أو سواء ككيانات جديدة قاعدة تخلق بشكل يومي. في طبعا عدة سيناريوهات. إذا أخذنا السيناريو الإيجابي في ظل أو ضوء عجلة اقتصادية نامية، قد تصل إلى تقريبا 4 إلى 4.5% بشكل سنوي، مما يزيد من عدد الكيانات القانونية في دولة الإمارات. إذا أخذناها في السيناريو السلبي، نعم هناك حيكون في زيادة، بس رح تكون بشكل متحفظ، رح تكون بنسبة 2 إلى 2.5%. شو اللي ممكن يأثر سلبا على نمو هذا القطاع؟ ليس سلبا، بس إحنا اليوم بنعيش في العجلة الاقتصادية اليوم اللي إحنا عايشين فيها هي متباطئة، ما عم نحكي إنه إحنا في نمو مزدهر، فهذه رح تأثر على خلق الكيانات القانونية، فرح تكون نسبتها تقريبا 2 إلى 2.5. فإحنا بنحكي حتى اليوم بنحكي على، يعني بتتخيلي أنت اليوم عدد الوظائف الموجود بدولة الإمارات. تقريبا القطاع أو الشركات الصغيرة المتوسطة إلها دور 72% من هذه الوظائف، فإحنا اليوم نحكي على تقريبا 5.3، فهذه ال 5.3 it will grow تقريبا ل 6.5 بالوضع الإيجابي، ممكن تجرو ل 6 مليون في الوضع، لنقول مش سلبي بس هو متحفظ نوعا ما. قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلها دور فعال في دولة الإمارات. شفنا إحنا اليوم حتى القطاع الحكومي أخذ لعب دور مهم في إنشاء مثل صندوق محمد بن راشد لتدعيم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. اليوم عدد الشركات اللي قد استثمر فيها يتراوح 3000 شركة، بتحكي أنت على 3.5 بليون درهم من 2002. بنحكي على صندوق خليفة لدعم الصناديق الصغيرة أو المشاريع الصغيرة متوسطة الحجم. طيب إياد، عم نحكي عن 3000 شركة، حابة أعرف من هون لعام 2021 لقدام ممكن يوصل عدد هذه الشركات في هذا القطاع؟ إحنا إذا أخذنا النمو اللي موجود اليوم 350 ألف هدول، والجرو بنسبة لنقول متوسطة بحدود 3 إلى 3.5% بشكل سنوي، فإحنا عم نحكي عن 6.5 مليون خلق وظيفة جديدة من خلال هذه الشركات اللي هي الصغيرة والمتوسطة الحجم، فراح يكون لها دور رئيسي جدا في طرح وظائف جديدة بالسوق، مما يساعد على يعني خلق أو تسريع العجلة الاقتصادية في القطاعات الأخرى مثل قطاع الصحة، قطاع التجزئة، قطاع التعليم، فراح يكون لها دور أساسي في عملية خلق وظائف جديدة بالسوق، طرحها بعملية جذب تعداد سكاني جديد، مما يساعد بشكل بوزيتيف على القطاعات الأخرى. طيب إياد، عم نحكي عن إيجابيات تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل كما ذكرت الدولة وإمارة دبي بشكل خاص بيولوا اهتمام كبير جدا لهذا القطاع من باب دراية بمدى أهميته وانعكاس ذلك على الاقتصاد. باختصار إياد، شو أبرز التحديات اللي بتواجه هذا القطاع؟ شوفي، هي في عدة تحديات اليوم القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بتواجهها في المنطقة العربية، فمن أبرز هذه التحديات راح أذكر تحديين منشوفها ومنعيشها يعني عالمنا اليوم. واحد هو التمويل. اليوم يعني بتطلع على البنوك المحلية، ما راح نحكي على البنوك الأجنبية، بنحكي على السوق المحلي. البنوك المحلية
تقريبا نسبة الرفض لطلبات الاقتراض هي تتراوح 75% تقريبا. إذا بنطلع على التمويل، نسبة التمويل اللي بتروح لشركات الصغيرة ومتوسط الحجم هي 2%، فأنت مقارنة مع الاتحاد الأوروبي تقريبا 17-20%، فتخيلي يعني قديش الجاب. فإذا إحنا البنوك زادت من عملية التمويل لقطاع الشركات الصغيرة ومتوسط الحجم، فتخيلي قديش رح يكون عندك نمو في الاقتصاد. الأمر الثاني أو التحدي الثاني هو التشريعات القانونية بشأن قانون الإفلاس. فإحنا اليوم شفنا الإمارات هي تقدمت بهذا وطرحت قانون التشريعات الإفلاس، لا ما تطبق لغاية الآن، فهم بصدد تطبيق هذا القانون. بس إذا الدول العربية الثانية دول الخليج أخذت يعني هذا المسار في إنشاء التشريعات الإفلاس، فرح يكون جذاب ل تفضلي. نعم، إياد أبو حواج رئيس والشريك المؤسس في بلوفو دوت كوم، شكرا، يعطيك العافية. شكرا، شكرا لكم.